شهدت الجولة التفقدية لوزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي بحقول الصحراء الشرقية عقد ورشة عمل لعدد من شركات الإنتاج بالمنطقة: بترول خليج السويس، جابكو، بترول بلعيم، وبتروبيل بتروجولف، ومصر السويس للزيت سوكو، وشقير البحيرة للزيت أوسوكو. وأكد وزير البترول أن رحلة قطاع البترول في العمل على تذليل التحديات وزيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج والتنمية مرهونة بالالتزام بالتشغيل الآمن وتأصيل ثقافة لدى الجميع. أكد أحمد كوجوك وزير المالية أن الحكومة تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. وخلال لقائه بوزير المالية التركي محمد شمشك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، شدد وزير المالية على تعميق التعاون الثنائي موضحا أن تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر مع استهداف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. شاركت وزيرة التخطيط رانيا المشاط في الحدث الخاص بإطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر خلال اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين بحضور رئيس البرازيل لولا دي سيلفا ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية. وأوضحت المشاط أن إطلاق تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع يعزز من قدرة البلدان على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والتغلب على أسباب الفقر، مضيفة أن تفعيل أهداف التحالف يحشد الموارد والمعرفة والتكنولوجيا للدول بما يمكنها من تنفيذ سياسات مستدامة لتحقيق أهداف التنمية. تابع وزير الإسكان شريف الشربيني الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان الطريق الدائري لمحافظة الإسكندرية. وأشار وزير الإسكان إلى أن المحور يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي والساحل الشمالي ومناطق التنمية بمدينة برج العرب ومحيطها إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية. عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزراء وممثلي مشروع البنك الدولي لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالوزارة لبدء موسم نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميا بالسحابة السوداء. وأكدت وزيرة البيئة أهمية تنسيق الأعمال وتحديد الأدوار قبل بدء موسم نوبات تلوث الهواء لضمان العمل بسهولة ويسر مع وضع سيناريوهات لكافة الأوضاع المحتملة. في أسواق البترول العالمية، حيث سجلت أسعار النفط تراجعاً ومستمرة في طريقها إلى تسجيل خسائر لثالث أسبوع على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين أكبر مستورد للخام في العالم. هذا وهبطت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 97% إلى 81.65 دولار لبرميل، فيما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 97% ليصل إلى 77.52 دولار للبرميل، فيما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.31% لتصل إلى 42.00 دولار للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 44% لتسجل 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت بورصة الإمارات عند أعلى مستوياتها في 4 أشهر بدعم نتائج أعمال شركات فاقت التوقعات، وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 1% وهو أكبر ارتفاع له خلال التعاملات منذ الأول من مارس، مدعوما بمكاسب قوية لأسهم القطاع العقاري وقطاع الخدمات المالية صاحب الثقل على المؤشر. وزاد مؤشر أبو ظبي القياسي 2% مواصلا تحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.
ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يونيو، ما يشير بتحسن الأوضاع التضخمية، وهو ما يسهم في تهيئة الظروف المجلس الاحتياطي الاتحادي للبدء في خفض سعر الفائدة في سبتمبر. أشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي صعد بنسبة 1.1% الشهر الماضي بعد أن استقر في مايو. انتهت جولتنا في نشرتنا الاقتصادية، النشرة السادسة، وعودة من جديد إليكما سحر وحكمة. شكرا لك شروق عماد.